المرافعه ديالي انقسمت في الجزء الاول الى قسمين. القسم الاول تحدث عن المعاينه التي قام بها ضباط الفرقه الوطنيه والاختلالات والعيوب التي شابتها، ابتداء من الدخول الى مقر الشركه حيث استقبلهم توفيق بو عشرين بعفويه وتلقائيه عندما طلبوا منه الدخول، فلو كان يخفي ادوات الجريمه وتلك الاجهزه التي يدعون لما طالهم وتعذر بضروره الحصول على اذن كتابي، ولكن عندما ادخلهم بكل عفويه وتلقائيه يعني انه لا يعلم اي شيء عن وجود اي تجهيزات يعني مخبأة أو مدسوسة أو ما إلى ذلك. إذن هذه التلقائية الأولى يعني تؤكد أن براءته لفائدة الشك. بعد ذلك بينت لهم أن عندما دخلوا إلى المكتب أول كلمة في المعاينة لاحظنا وجود أريكة، والحال أول ما يجب أن يلاحظوه هو المكتب الذي يجلس عليه، لأن جاء قبالة الباب، الأريكة جاءت على اليسار. إذن عندما أشاروا إلى وجود أريكة هناك إيحاء بأن البحث أو المعاينة ستنحو منحى يعني الكشف أو صناعة أدلة. بعد ذلك بينت لهم أن المكتب ديال توفيق بو عشرين يبقى مفتوحا لا يغلق، أن هذه الأجهزة التي يدعون أنهم وجدوها هي متاحة للجميع، أي واحد ممكن يلقاها لأن المكتب مفتوح، بمعنى أي واحد موظفة مراد معبر أي موظف اللي تصوروا لداخل تقوم بإجراءات صحفية لداخل، إذا ممكن يبان لهم بعض الأجسام الغريبة ويتساءلوا عنها. هذا الأمر لم يحدث قطعا. كذلك لم يحددوا مكان أماكن هذه التجهيزات، لم يحددوا حيت محضر المعاينة يقول يدونوا ما عاينوه. إذا لم يحددوا مكان الكاميرا، مكان الديسك دير، مكان الدي في ار، مكان فأي شخص ممكن يعني يبان ليه ديك الأجهزة ويسول، أو مثلا من باب الفضول يقدر يخشي لك شي في الحاسوب ويطلع عليه، ولا تطلع عليه شي حد شخص أجنبي لأن عبد التوفيق تخلي المكتب مفتوح، إذا تطلع عليه شي حد أجنبي يقدر يبتز توفيق بهذه الطريقة هذه. هل يعقل ان توفيق بو عشرين يخرج من المكتب ويخلي ادوات الجريمه؟ واش عمركم شي واحد قتل وخلى الموس ديال الجريمه في مكان وخرج يتسارى؟ ما يمكنش. اذا اول شيء يبحث عنه المجرم هو اخفاء ادوات الجريمه، وهذا الامر غير حاصل في المعاينه. كاين امر اخر هو ان تحدثوا عن كاميرا، وعندما قارنا المعطيات المتعلقة بالكاميرا وقارناها مع الخبرة وجدنا ثلاث علامات. الكاميرا المحجوزة لها ترقيم، لها دقة 760 في 576 أو 560 550 في 650. إذا هذه الكاميرا أنتم كلكم تشتغلوا في التصوير تتعطي داك الشيء اللي تتاخذ، إلا كانت الريزوليسيون ديالها الدقة هذاك الرقم في الصورة تتعطي ذاك الرقم. الحال أن لقينا في الخبرة رقمين دقتين، الدقة الأولى 704 في 576 والدقة الثانية 352 في 288. إذا أين هي الكاميرا اللي صورت هاد الصور؟ لأن كل كاميرا عندها دقة معينة تبقى معاها. بحال مثلا قلت لهم عطيتو مثال بحال شي مسرح الجريمه فيه واحد مقتول بمسدس برصاصه، ولقاو واحد مشتبه فيه هاز مسدس في يدي، كاين لقاو فعلا ان رصاصه خاويه ناقصه في ذاك التعبئه ديال الرصاص، وقبطوه في حاله التلبس، علما ان توفيق ما عندوش حاله التلبس، قبطوه في حاله التلبس، مشاو داو ذاك الضحيه للمختبر التشريح، لقاو ان الرصاصه يعني قياسها 5 ملم والمسدس لقاه من عيار 3 ملم. اذا المنطق يقتضي ان تقول ان هذيك اداه، ذاك الاداه ماشي اداه الجريمه، لان ما لقاوش نفس الرصاصه، كذلك ما لقيناش نفس يعني دقه التصوير. اذا الاجهزه المستعمله متعدده، والكاميرا التي ادعوا انهم وجدوها لم تاتي باي صوره،
ما عندهاش أي صورة، لأن خصها تكون الصور، شوفوا الخبرة، خصها تكون صور بدقة 750 500 650. انتقلت معهم من اللي تكلمنا على مسرح الجريمة، وكاين مسرح الجريمة على نوعين، وهذا الدفاع ديال الضحايا ما يا إما ما بينوش عن عمد يا إما ما عارفوش. مسرح الجريمة في الجرائم العادية يختلف عن مسرح الجريمة في التجار بالبشر، لأن جريمة التجار بالبشر قيدت إجراءات التحقيق بضوابط دقيقة جدا وبمؤشرات، وذكرت المؤشرات المفروض أن تكون في محضر المعاينة، لأن الأمر يتعلق بالتجار بالبشر. إذا كان مجموعة من الضوابط التي نظمها المشرع الدولي، وعلى الدول التي تطبق هذا القانون أن تحترم تلك المؤشرات وتلك الضوابط، وهي كثيرة جدا، من بينها مثلا يأخذوا يعني يحتفظوا على مسرح الجريمة، يصوروا تصوير بالفيديو، تصوير بالكاميرا، يعني ذاك الأماكن اللي تم فيها الحجز يصفها بدقة متناهية، الكاميرا في القوها، العلو ديالها، بعدها على المكتب، بزاف التفاصيل اللي المحضرة المعينة اللي دلوا به يعني يفتقدوا إلى كل هذه الأمور، مما يجعل هذا المحضر المعاينة لا يرقى إلى مستوى يعني معاينة الجريمة العادية، فضلا عن الجريمة المتعلقة بالتجارة البشر، لأن ضمن المشروع كثير من القضايا. هذا ما لدي، وأشكركم.